بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف البرزنتيشن بتاع الدايكافل اللي بنسميه اسم التاني انتر برين. احنا قلنا الدايكافل من خمس اجزاء: ثالامس، هايبوثالامس، سب ثالامس، ميتا ثالامس، اند ايبي ثالامس. ده هو الدايكافل او الانتر برين، واللي بره ده هو السريبرال كورتكس او السريبرال هيمسفير، والكافيتي اللي في نص الدايكافل اللي قلنا اسمها الثالث فنتركل. وشايف البندل دي بندل اوف جري ماتر كونكتنج التو ثالاماي، سميناها انتر ثلاميك ادهيجن اللي قلنا مش شرط تبقى موجوده. لو جينا بصينا بقى على الثالامس، هو الجزء ده، وهي دي الدايره دي اللي احنا قلناها اللي اسمها انتر ثلاميك ادهيجن، العين دي. ده بقى الجزء اللي اسمه هايبو ثالامس اللي تحت، عامل اكستنشن كده بالمنظر ده. وهتلاقي ايه؟ المنطقه دي اللي اسمها اوبتيك كيازما، وادي البيتيوتري جلاند كونكتد بالهايبو ثالامس، وده انتير لوب وده بوستير لوب. والبوستير لوب هو الحته دي اللي مكمله دي اللي اسمها انفانديبولم، هتكمل مع الهايبو ثالامس. نبص بقى على الجزء اللي اسمه سب ثالامس، الحته دي فاصله الدايكافلن عن التجمنتم اوف ميد برين، ده التجمنتم اوف ميد برين. وهتلاحظ حاجه دي اللي اسمها سيربا اكويدكت، الفراغ ده فاصل الميد برين لجزئين، ده اللي اسمه سيربا بيدنكل قدام، واللي ورا ده اسمه التكتم. اخر جزء، الجزء الاخير ده عندي اسمه ايبي ثالامس، دي الجلاند اللي اسمها باينال جلاند، وده الستوك اللي ليه تو لامينا، اهو ده سبير لامينا وادي انفير لامينا. وهتلاحظ هنا في فين، الفين ده اسمه انترنا سيربرال فين اللي احنا قلنا هيخش جوه التيلا كورويدي. وهنا في الفيو ده باين حاجه كويسه قوي، ده الفورنكس اهو، وده الكوربس كالوزم اللي فوق، والممبرين ده اللي بينهم ده اللي اسمه سيبتم بلستم. ده منظر البرين ستيم من الخلف، طبعا ده السيربيلم. ركز هنا معايا، دول الاثنين اسمهم سبيريكوليكيلاي اللي احنا قلناهم من شويه، ودول الاثنين اسمهم انفيريكوليكيلاي، وده الباينيال جلاند اللي احنا قلنا لما يحصل تيومر ولا حاجه يقطع البندل اللي تربط الاثنين بريتكتر نيوكليس. هتلاحظ حاجه هنا، في اثنين جينيكليت بوديز، دول اللي اسمهم ميتاثالامس، اهو ده اللي اسمه ميديال جينيكليت بودي، وضعه ايه؟ لاترال للسبيريكوليكلس، اهو ده السبيريكوليكلس، وده اللي اسمه لاترال جينيكليت بودي، وضعه ايه؟ لاترال للميديال جينيكليت، يعني دي هي الميديال جينيكليت بودي ودي لاترال جينيكليت بودي، الميديال لاترال للسبيريكوليكلس، واللاترال لاترال للميديال جينيكليت بودي. وهنا في كونكشن يربط الميديال جينيكليت بودي بالانفيريكوليكلس اسمها انفيرو بريكيال، واللاترال جينيكليت بودي ليها كونكشن معدي من تحت ده يربطه بالسبيريكوليكلس. قلنا دي اللي اسمها ميتا ثالامس اللي احنا ممكن نعتبرها جزء من الثالامس. اهي ده اللي بشار عليه، اول واحد هو الميديال جينيكليت بودي، واللي بره الازرق لاترال جينيكليت بودي. ده السكشن اللي هو كورونا سكشن، وهنشوف ايه؟ ده الثالامس اهو، وده الثالامس، وده الثيرد فنتكل، والاسود ده اللي هو هامك، ده اللي هو الهايبو ثالامس، الجزء الفيرتيكال والجزء الهوريزونتال. وهتلاقي دي الانتيفورم نيوكليس، وادي الانترنال كبسول بينهم، وادي الثري بودز اللي فوق الثالامس، بادي اوف فورنكس، بادي اوف لاترال فنتكل، وبادي اوف كوديت نيوكليس. وهتلاقي هنا في دايرتين بين الكوديت نيوكليس والثالامس اللي هي سترايت المناليز والثالامس ترايت فين. والباش اللي اسمه كوربس كالوزم اللي هو السقف الغرفه اللي فوق الكل. هتبص هنا ايه؟ ده منظر للثالامس من الخلف. الكوديت نيكلس علاقتها ايه بالثالامس؟ هي فوق الكوديت نيكلس. علاقتها ايه بالثالامس؟ اباف، هي فعلا الكوديت نيكلس اباف. ده منظر من ورا، يعني جبت الثالامس من الخلف. والفراغ اللي بينهم يبقى ده على طول ثيرد فنتكل. وادي اللي احنا قلناهم اللي اسمهم ميديا جينيكليت ولاترال جينيكليت بودي. هتلاحظ حاجه، ان الميديا جينيكليت بودي كونكتد بالفيريكوليكلس، اهو ده اللي اسمه الفيروبريكيام. واللاترال جينيكليت بودي كونكتد بحاجه مش باينه لي هنا، بالسبيريكوليكلس، الحاجه اللي مش باينه لي هي اسمها سبيروبريكيام. فيبقى عندك دول اللي اسمهم كوليكيلاي، ودي الباينيال جلاند او باينيال بودي او ايبيفيس سيريبراي. الفراغ ده اسمه هابينيال ترايجون، جزء من الايبيثالامس. الترايجون يعني مثلث، جواها هابينيال نيوكليس على جوانب الباينيال جلاند. ده منظر خلفي. ده اللي احنا قلناه من شويه، ده الثالامس اهو، وده التكتم، وده الميد برين. هو دي اللي اسمها تيلا كورويدي، دبل لير، دبل لير اوف بياماتر اهي. هتاكستند ما بين ثالامس وفورنكس. الطبقتين دول هيخش جواهم الكورود بلاكسس، الفراغ ده. اهي شايف كلمه تيلا كورويدي. وادي السيبتم واضح، وادي الكوربس. هتلاحظ حاجه، هنا في فورمل سميناها انتر فنتيكال فورمل اوف مونرو. من خلالها اس في صفر هنا يخش هنا، شايف الار ده؟ هيخش على السبيس دوتد. الخط ده نقط. السبيس ده تحت السيبتم بلستم وراه، اللي اسمه لاترال فنتيكال. يبقى دي الانتر فنتيكال فورمل اللي احنا قلناها. وده السكشن بتاعنا اللي هو كورونال سكشن، وادي السيبتم بلزدم. هتلاحظ حاجه بقى ظريفه جدا، ان السيبتم بلزدم احنا بنرسمه ممبرين، هو حقيقه الامر هو دبل لير من وايت ماتر، بينه في سبيس، يعني في سبيس جوه السيبتم بلزدم. هو احنا قلنا ستاره، حقيقه الامر هي مش ستاره كده، ستاره مفتوحه
الستاره دي فيها سبيس، ده يسموه فينتريكل اوكسيبتال ميريستم، وده يضاف للفينتريكلز اللي احنا قلناها. ففي كمان عندي فينتريكل اخر جوه السيبتم ميريستم، الفراغ الاسود ده، والفينتريكل ده فوق الفورنكس، اهو ده الفورنكس، اهو ده فورنكس يمين وشمال، اللي بينهم ده اسمه البادي اوف ذا فورنكس، يعتبر ده كوميشر، يربطهم ببعض. وادي الكوديت نيكلس اللي احنا قلناها، وادي اللي انا شايفاها دي هي الثيرد التيلاكورايدي. قلنا حصلنا سي اس اف من تحت في اللاترال فينتريكل زي النافوره، وتطلع سي اس اف في الثيرد فينتريكل زي الدش بتاع الحمام. الرسمه دي بقى الهورزونتال سيكشن اللي هي مهمه جدا، اهو ده اللي احنا قلناه اللي اسمه الثالامس، وادي اللي انت فور نيكلس هي دي، ودي الكوديت، وده اللي اسمه انترنال كبسول. يبقى ده البوستير لمب بتاع الانترنال كبسول، وده الانتيرو لمب. اهي واضحه جدا، دي اللي انت فور عوضه هنا، وادي الثالامس، وادي هيد اوف كوديت نيوكليس، ودي جزء من الجري ماتر اللي مستخبي من البرين اللي اسمه انسولا، الجزء المعزول. وده نواه هناخدها بعدين اسمها كلوستروم، طلع من واحده من البيزل الجانجليا، اهو ده اللي اسمه انترنا كبسول الابيض ده. فصل لي الانتي فورم عن ثالامس، وفصل لي كوديت عن الانتي فورم، ده الانتيرو لمب وده البوستيرو لمب. وهتلاقي في وايت ماتر تاني خط ابيض ما بين الكلوستروم وبين الانتي فورم، الخط الابيض ده اسمه اكسترنال كبسول. وفي هنا خط ابيض ما بين الانسولا اللي هي الجراي وما بين الكلوسترام اسمه اكستريم كبسول. فاحنا عندنا 3 كبسولز، انترنال ثم اكسترنال ما بين الانتيفورم والكلوسترام ثم اكستريم ما بين الكلوسترام اللي هو الخط الرمادي الفاتح ده الصغير ما بين الانسولا. هي إيه نفس الرسمه دي. انا عندي بقى الثالامس مقسوم قلنا بحاجه اسمها انترنال لامينا او انترنال لامينا الى جروب اوف نيوكلياي. طبعا ده ثالامس يمين وشمال، وده اللي اسمه انتر ثلاميك كونكشن. انا طلعت الاثنين ثلاماي، دي اسمها انتير نيوكليس ودي اسمها ميديا نيوكليس طبعا الناحيه الثانيه، وهنا دي يبقى اسمها لاترال نيوكليس، والجزء اللي ورا اسمه بوستير نيوكليس اهو. هتلاقي ان في حاجتين تحت البوستير نيوكليس، عارف ايه دول؟ هم دول اسمهم ميتا ثلامس، اهي دي ميديال واللاترال جينيكليت بودي. وملاحظ ان هم ايه ملونهم من نفس لون الثلامس، على ان احنا اعتبرنا قلنا ايه ان في كتب تعتبر الميتا ثلامس اجزاء من الثلامس. اللاترال نيوكليس كمعلومات عامه بقى مقسومه لجزئين، جزء دورسال اللي فوق ده وده نواتين، وجزء فنترال. الفنترال ده في منهم نواه اسمها انتيرو فنترال، وفي نواه اسمها لاترال فنترال وبوستيرو فنترال. البوستيرو فنترال ده في منهم بوستيرو فنترال لاترال وبوستيرو فنترال ميديال اللي بتسمعهم في الفسيولوجي، اللي هم اللي بيقع فيهم السنسيشن بتاعتنا. البوستيرو فنترال دي اهم نواه. اهي بص معايا كده، اهي ادي الانتيرو نيوكليس وادي الميديال، وكل دي لاترال ودي البوستيرور. تحت البوستيرور في الاثنين اللي اسمهم جينيكلت بوديز. انا عندك اللاترال فيهم لاترال بقى دورسال وبوستيرور، والفنترال فيهم انتيرور ولاترال وبوستيرور. البوستيرور دي بقى نواتين، واحده اسمها بوستيرور لاترال فنترال، واحده اسمها بوستيرور ميديال فنترال. دي اهم واحده، دي اللي بتسمعها في الفسيولوجي، ده الثيرد اوردر نيرون بتاعك. واحده البوستيرور لاترال فنترال لاترال بتساعد السيشن بتاع البودي، اما البوستيرور ميديال السيشن بتاع الهيد. ده منظر فوق للثالامس، الاثنين ثلاماي، وده الثالث بنت الفراغ اللي بينهم. وادي المنطقه المثلثه اللي اسمها بيلر، ده باك ترايجون فيها بين نيوكلس، ودي البانير جلاند او الجزء ده على بعضه هو اللي اسمه ايبي ثالامس، هو فوق وورا الثالامس كده انتير ناحيه ايدي، وناحيه هنا ده بوستير. شفناها من شويه كده، ادي البانير جلاند اللي احنا قلناها، نرجع تاني كده، وده الستوب بتاعها، ده السبيرو لامينا وده الانفيرو لامينا. هتلاحظ هنا في كوره وهنا في كوره انتفاخ، الكوره دي اللي اسمها بوستيرو كوميشر، واللي فوق اللي اسمها بينير كوميشر. يبقى انا عندي اثنين كوميشرز. طب ركز يا دكتور معايا هنا ايه، اهو ده اللي اسمه فورنكس، والطبقه دي اسمها لامينا ترمينالز، بتمتد من الروسترم اوف كوربس كالوزم لحد الاوبتيك كازما، اهو ده اللي اسمه انتيرو كوميشر. يبقى ده انتيرو كوميشر وده الكوربس اهم كوميشر، وفي كوميشر للفورنكس كده ثلاثه، وفي اثنين كوميشرز ورا، ده اسمه بوستيرو وده اسمه هابينر كوميشر. او الثيرد فنتريكل كده هتلاحظ حاجه، هنا في جروف باين ولا لا؟ الجروف ده ما بين ثالامس والحته دي اللي اسمها مين؟ هايبو ثالامس. اسمي الجروف ده ايه؟ هايبو ثالامك سالكس. يبقى ده هايبو ثالامس وده سب ثالامس اهو. وادي الاكودات اللي احنا قلناها. دي بقى اللي هي ايه؟ احنا قلنا من شويه ان الجزء الهوريزونتال من هايبو ثالامس يعتبر هو الحته دي. يعني الجزء ده هو البيس اوف ذا برين، ده بس عدين من تحت. البيز اوف ذا برين في مجموعه من الاستراكشرز، المجموعه دي هو الجزء الهوريزونتال من هايبوثالامس. ما انا عندي هايبوثالامس في جزء قلنا هوريزونتال ماشي بالعرض وجزء فيرتيكال. الهوريزونتال هو ده،
هو يعتبر الكونتينس بتاعت الانتر بيدانكل الفصه اللي ما بين اثنين سيريبرال بيدانكلز. اهو ده اللي اسمه انفانديبلم اللي باين عندي. عارف ده مين؟ ده الاوبتيك نيرف. اوبتيك نيرف ده الاوبتيك كيازما. الانفانديبلم ده هيروح للبيتيوتري جلاند، يعني كان لو عملت صباعي ده البيتيوتري جلاند. عشان كده لما يحصل البيتيوتري جلاند تيومر هتقطع الكيازما. اهي ادي التيوبر سينيليم وادي الانفانديبلم اهو مكانه. وادي الاثنين سيريبرال بيدانكلز. فالكونتنت اوف انتر بيدانكل فصة تساوي هوريزونتال بارت في هايبوثالاموس. يبقى انا ذاكر انتر بيدانكل فصة ويبقى كاني ذاكرت المقصد هوريزونتال بارت في هايبوثالاموس. اهو ده الهوريزونتال بارت. اهي اهو ده اللي اسمه دياس. ده الاوبتيك كيازما واضحه بقى اهي. وادي الاوبتيك نيرف وده الانفانديبلم ده اللي طالع ده. دي حاجه اسمها ماميلاري بودي. هو ده الجزء من الهوريزونتال بارت اوف هايبوثالاموس. ماميلاري يعني شبه الحلبه. ودول الاثنين اللي اسمهم سيربا بيدانكل. يبقى فعلا ده انتر بيدانكل الفصه اللي شكله دايموند. اهي بص بقى الرسمه دي عندي اهي. ده الكوربس كالوزم وده الممبرين اللي اسمه سيبتم بلوزدم. واللي نازل ده هو الفورنكس. وهتلاقي هنا قدامه حاجه اسمها انتيور كوميشن باينه الدايره دي. قدامها الطبقه دي اسمها لامينا ترمينالز. ليه سموها لامينا ترمينالز؟ لان السي اس اف لو حب يخرج لا الشيت ده جاي كده بالعرض. فلو حب السي اس اف ينزل لا هيبقى هنا ليميت. فيبقى دي الطبقه النهائيه. يعني السي اس اف لما يطلع لفوق يخبط كده ويرجع يرد تاني يخش من فوق اللي اسمها انتر فنتريكال فورمر. هتلاقي هنا ايه ده هايبوثالامس اهو باين ودي سب ثالامس اهي وده الاكويدكت وادي باينال جلاند. كونكشن احنا قلناها بتاعت الهايبوثالامس اهي. اهو ده ركزنا على الثالامس. اهو ده الفورنكس وده الانتير كوميشن وادي اللامينا ترمينالز اهي وادي السبتم. والدكتور هنا عمل ايه؟ دخل من الفتحه دي اللي اسمها انتر فنتريكال فورمر راح دخل على سبيس تحت السبتم اللي هو اسمه لاترال فنتريكل. يبقى ادي الباينيال جلاند اهي هتلاقيها موجوده ما بين مين؟ ما بين السبينيوم فوق بتاع الكوربس كالوزم والتكتم. ودي الاربع كور بتاع التكتم. الثيرد فنتريكل قلنا الرسمه بتاعته. بص بقى الرسمه بتاعته اللي هي ده الثيرد فنتريكل قلنا ليه علاقه بالثالامس والهايبوثالامس. لاترالي ثالامس فوق ولاترالي من تحت الفنتريكال بارت من الهايبوثالامس. والفلور بتاعه هو الهوريزونتال بارت من الهايبوثالامس. اهو ده رسمه للفيو سايد فيو. اهو ده الثالامس ودي اللي اسمها سترايا مدلار الثالاماي اهي. هتنتهي في الهابينر نيوكليس اللي هي مكانها هنا. وده الفورنكس ده السيبتم وده الكوربس كالوزم. يسموه ترانك اوقات او بودي صح برضه طبعا. الرسمه دي يجيب لك ايه؟ ايه الروف والفلور والانتير والبوستير وول بتاع الثيرد فنتركل. فالرسمه دي تجرب لك كل الريليشن بتاعت الثيرد فنتركل. ده رسمه تخيليه للاترال فنتركل. يصب الفلويد بتاعه في الانتر فنتريكال فورامن في الثيرد فنتريكل. ده الثيرد اللي شكله ريجولار اهو. كنا قلنا في اربعه ريسيسز اهم. واحد اسمه اوبتيك، واحد اسمه انفانديبلر، واحد اسمه باينيل، واللي فوق اسمه سوبرا باينيل. ادي الاربعه ريسيسز. هطلع عن طريق قناه اسمها سيرب اكويدكت. السبيس اسمه فورث فنتريكل. فالرسمه دي للفنتريكال سيستم على بعض. المستطيل ده هو الباوندرز بتاعت الثيرد فنتريكل. الاطار ده في المكان ده الثيرد فنتريكل. برضه دي تكرار الرسمات اللي فاتت. هو المستطيل ده هو مكان الثالث فنتركل اللي هو بين اثنين ثلاماي. That's it.